من دبي مع دكتور هشام جاد استشاري وأخصائي الأمراض الباطنية وسكري. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور هشام. إذا بسبب درجات الحرارة المرتفعة يعني نعلم تقريبا تبعات صحية سلبية، جفاف الجلد كما قالت منى، جفاف الجسم من المياه، صحيح يعني dehydration. كيف يمكن أن أتعامل مع هذا الموضوع كخطوات استباقية خاصة بهذا الفصل؟ كلام جميل، كلام جميل. خلينا نتفق الاول، الحراره بتحصل ازاي؟ احنا عندنا ربنا عامل لنا في الجسم حاجه اسمها هايبوثالاموس، موجوده في المخ، هي دي المسؤوله عن التحكم في درجات حراره الجسم. بمعنى ان انا ممكن اتعرض لبروده عاليه جدا ودرجه حراره شديده جدا، وتظل درجه حراره الجسم اللي هي الطبيعيه ما بين 35.5 ل 37 وشرطتين. ولكن اللي بيحصل اذا تعرض الجسم لفتره طويله لاشعه الشمس المباشره وفترات الظهيره اللي هي فيها درجه حراره عاليه جدا، للاسف الشديد بيحصل ان الجزء ده من المخ بيفقد التوازن بتاعه، وبالتالي بيحصل تطورات اللي من ضمنها اللي كان في التقرير اللي اتفضلت بيه حاليا. من ضمنها اول حاجه بيحصل في اللي بنسميه هيت اكزوشن او الاضطراب الحراري. بيحصل ان الشخص بيفقد هذه الجزئيه، ترتفع درجه حرارته. من الاعراض اللي هي مصاحبه الدرجه الحراريه يحصل انخفاضات شديد في القلب، تعرق شديد. دي بدايه بتدي انذار، ودي النقطه بنتكلم عليها، بنتكلم عن الاستباقي، انذار لان ممكن الشخص يدخل فيه اللي هي ضربه الشمس. فالانذار ده هنا المفروض ان احنا نتدخل فيه مباشره. اذا حصل هذا الكلام يفضل ان الشخص يترك المنطقه اللي هي معرض فيها درجه حراره الشمس العاليه، يدخل في مكان ظل، يحاول يكون في مكان فيه تهويه وفيه بروده شويه، يكثر من السوائل قدر الاستطاعة، يشرب كثير، وحتى كمان انه يفضل ان هو يحط ميه مباشره على جسمه. طب قبل ان اصل لهذه المرحله دكتور هشام، هل لنا دور في التحكم بدرجات حراره الجسم هذا؟ احنا الدور بتاعنا اولا، لا هي ما لناش الدور، ان احنا نتجنب الدخول فتره طويله في درجات الحراره، لان احنا فقط يعني ثمه من يتحدث ايضا عن كل يعني تفاصيل حياتنا اليوميه، حتى الغذاء والشراب وكل هذا له على المرتبط ببعضه البعض. يعني دي جزئيه مهمه بطبيعه الحال. لو انا شربت حاجات مثلا في حاجات دافيه كتير، او ان انا كان ملابس، نفترض مثلا الملابس، يعني احنا بنتكلم على الحاجات انا خاف التعرض، يفضل مثلا الملابس تكون فاتحه، تكون ملابس قطنيه. لو انا الكلام ده انا اتعرض للشمس اكون لابس غطاء شمس. يفضل كمان ما يكونش لابس حاجات ملابس ضيقه، جوارب اللي هي الشرابات بلاش البسها. الفكره فيها كلها ان يكون في مجال لتهويه الجسم. صحيح، والطعام يؤثر، صحيح؟ بعض الطعام بالظبط، بعض الطعام اللي بيسبب ان زياده حراره الجسم، الحاجات الحاره السبايسي او اللي هي الفاست فود او ما شابه، او بعض الحاجات اللي هي شرب الكحوليات او ما شابه، دي بتزود برضه، بتخلي الجسم حرارته ترتفع، بيبقى عرضه زياده طب احنا عندنا بالجزئيه دي طبعا عندنا الناس اللي هم معرضين زي الاطفال او مرضى كبار السن، او المرضى اللي هم سوري الكبار السن، او الناس ان هم عندهم مرض مزمنه زي امراض الكلى وما شابه، اللي هي بتكون عرضه ان هي بيبقى ده اكثر عرضه اللي اتكلمتي عليه حضرتك في الموضوع ده. دول بيفضل ان احنا نجنبهم زي غيرهم من الله. صحيح طبعا. بفضل حتى كمان الجزئيه الثانيه، مثلا انا عايز اعمل سباحه، اطلع البحر، يعني دايما اوصي بلاش الفتره اللي هي فيها فتره درجه حراره عاليه. عايز اعمل 11 وحده، نعم 11، بين 11 والوحده المفروض يقال بانه اقوى درجه. صحيح، واكثر من كده طبعا احنا في فتره، انت عارفه حضرتك احنا فتره الصيف حر جيده جدا، يفضل اطاله الفتره، يعني حتى بعد الشمس، يمكن بعد العصر، فتره العصر شويه تكون الشمس بدات يعني تهدى شويه في درجه الحراره. نعم، ضروري. شكرا جزيلا من دبي دكتور هشام جاد استشاري واخصائي الامراض الباطنيه والسكري.